النهارده هنتكلم عن امتحان الACT وامتحان الACT. الامتحانين دول في ما بينهم حاجات common، حاجات شبه بعض، وفي حاجات مختلفه كتير في الامتحانين دول. نبدا الاول بالحاجات الكومن، بالحاجات اللي هما الاثنين مشتركين فيها. اول حاجه نوعيه الامتحان نفسه. امتحان الACT وامتحان الACT الاثنين college admissions tests، يعني بيستخدم من قبل الكليات في أمريكا لقبول الطلبة في الكليات. بيستعملوهم كمقياس إذا كان الطالب ده طالب يقدر يدخل الكلية دي ولا ما يقدرش يدخل الكلية دي. الاثنين امتحانات قديمة بقالها سنين كتير قوي 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 في أمريكا، والاثنين ما بينهم منافسة شديدة على مر السنين. الكوليج بورد هي المنظمة المالكة لامتحان الACT، ومنظمة الACT هي المالكة لامتحان الACT. الكوليج بورد والACT بيتنافسوا مع بعض من سنين على عدد الطلبة اللي هياخدوا كل امتحان من الاثنين علشان يقبلوا في الكليات. هيستوريكلي الكوليج بورد كانت هي الكسبانة، وامتحان الACT كان هو الأشهر على مستوى أمريكا ومستوى العالم. في الكام سنة اللي فاتت الACT تطورت وانتشرت زيادة وبدأت ان هي تغلب الACT، وده كان من الاسباب الرئيسية ان الكوليج بورد غيرت امتحان الACT سنة 2016 وخلته شبه الACT الى حد ما علشان تكسب جامعات اكتر وطلبة اكتر. الامتحانين بيختبروا in general mostly math وenglish، أكتر مادتين حضرتك لازم تكون عارفهم وشاطر فيهم علشان تمتحن الACT أو الACT هما الماث والإنجليش. رابع حاجة التايم بتاع امتحان الACT والتايم بتاع امتحان الACT الاتنين قريبين جدا جدا من بعض، الفرق ما بينهم بسيط أوي. يبقى أربع نقط متشابهة ما بين الامتحانين. الاثنين college admissions tests بيستخدموا للقبول في الكلية في أمريكا وفي جامعات عالمية كتير. الاثنين امتحانات قديمة بقالها كذا سنة، ما فيش واحدة فيها لسه جديدة واحدة تانية قديمة. الاثنين بيختبروا أساساً الإنجليش والماث، مع العلم إن الACT في حاجة اسمها science ولكن هنشرح بالتفصيل إيه موضوع science. ورابع حاجة التايمينج بتاع الامتحانين تقريباً واحد، الفرق ما بينهم بسيط جداً. تعالوا بقى دلوقتي نتكلم مع بعض عن الفروق ما بين الامتحانين. هنتكلم عن كذا فرق. الفرق الأولاني وده فرق كبير جدا في عدد الأسئلة اللي موجودة في الامتحانين. عدد الأسئلة اللي موجودة في امتحان الACT أكتر بكتير من عدد الأسئلة اللي موجودة في امتحان الACT. يبقى الACT فيه أسئلة أكتر من الACT. ده هيجيبنا للفرق التاني، وهو فرق time per question، الوقت اللي عند حضرتك أو حضرتك لكل سؤال. time per question، زي ما حضراتكم عارفين إن التايم بتاع الامتحان الACT كله على بعضه والتايم بتاع امتحان الACT كله على بعضه تقريبا equal، ولكن عدد الأسئلة بتاعت الACT أكتر بكتير من عدد الأسئلة بتاعت الACT. ده معناه ان التايم اللي عندك لكل سؤال في الACT قليل مقارنة بالتايم اللي عندك لكل سؤال في الACT ده كتير، ودي مشكلة كبيرة للناس اللي بتبقى عندها مشكلة في التايم. الACT التايم بتاعه أصعب من الACT. الفرق التالت نوعية الأسئلة. الأسئلة في امتحان الACT مباشرة أكتر من الأسئلة في امتحان الACT. الACT يتميز بأن الأسئلة بتاعته فيها لف ودوران، فيها تريكس كتير. أما أسئلة الACT فيها لف ودوران وفيها تريكس برضو، ولكنها مباشرة أكتر، more direct and more straightforward. يبقى even though the time أقل في الACT per question، فممكن نقول إن دي بتشيل دي إلى حد ما، بس مش قوي. الفرق الرابع في التست سكشنز. عدد السكشنز في امتحان الACT 5،
وعدد السكشنز في امتحان الـ ACT 5 برضو. بس تعالى نتكلم عن الفرق ما بين السكشنز دول. أول حاجة، في السكشن الخامس في الـ SAT والسكشن الخامس في الـ ACT، الاتنين دول اللي هم اسمهم الـ Essay، والـ Essay ده بيكون optional فمش لازم تاخده خالص. فسيبنا من الـ Essay وتعالى نتكلم على الأربع سكشنز الأولانيين في الامتحان. الـ SAT متقسم لأربع سكشنز كالآتي: Reading, Writing, Math, Math, Calculator و No Calculator. الـ ACT متقسم لحاجة اسمها English, Math, Reading, Science. تمام. طيب هنتكلم عن سكشن سكشن من دول مع بعض بسرعة. تعالوا نبدأ بسكشن الـ English في الـ ACT. سكشن الانجليش في الاي سي تي هو الموازي لسكشن الرايتنج في الاي سي تي، شبهه جدا 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 جدا. بعد كده هنتكلم عن سكشن الريدنج. سكشن الريدنج في الاي سي تي شبه سكشن الريدنج في الاي سي تي. وبعدين نتكلم على سكشن الماث. سكشن الماث في الاي سي تي شبه سكشن الماث في الاي سي تي. في فرق شويه في الكونتنت اللي موجود في الامتحانين، يعني مثلا الـ ACT في جيومتري اكتر من الـ SAT. الـ ACT في الماث الأسئلة بيبقى لها 5 إجابات، في الـ SAT بيبقوا 4 إجابات، ودي بتفرق معنا كتير في التايم. وبعدين نتكلم عن السكشن المختلف وهو السكشن بتاع الـ Science. سكشن الـ Science ده يعتبر 90% منه English و 10% منه Science. Therefore نقدر ان احنا نقسم امتحان الـ SAT والـ ACT لامتحانين او لسكشنين in general. الـ SAT عبارة عن English و Math. 1600 درجة في الـ SAT، نصهم على الـ English 800 ونصهم على الـ Math 800. يبقى الـ SAT English بيمثل 50% من درجة الـ SAT، والـ SAT Math بيمثل 50% من درجة الـ SAT. إنما في الـ ACT الـ English بيمثل تقريبا 75%، لو عايز تبقى دقيق أكتر تقريبا 72.5%، والـ Math بيمثل تقريبا ربع الامتحان بس 25%. طب إزاي؟ تعال نراجع مع بعض. الـ ACT قلنا فيه 5 sections. section الخامس الـ Essay، ده منفصل وده optional، هنفترض انك مش هتاخده. يبقى عندك 4 sections: English, Math, Reading, Science. ال English وال Reading وال Science ده English. ال Science جزء صغير منه بيعتمد على معلوماتك ال scientific فعلا، وغالبيته English، غالبيته Reading. يبقى بالتالي عندك 1-2 English و Reading، ادي كده 50%، 2 من 4، وعندك جزء كبير قوي من الساينس يعتبر English، يبقى كده عندك تقريبا 70% لـ 75%. طب والماث؟ ربع الامتحان بس، ربع الدرجة بس. وهنا يجي الفرق الكبير اللي ناس كتير مش واخدة بالها منها، ان لو انا شاطر قوي في الماث ووحش قوي في الانجليش هيبقى عندي مشكلة في امتحان الـ ACT، لأن الـ ACT ربعه بس على الماث، ولا عكس صحيح. لو أنا شاطر في الإنجليش وبفهم في الـ Science Passages كمان كويس، يبقى أنا كده أقدر أحل 75% من امتحان الـ ACT كويس، والربع بتاع الماث هو ده اللي هضع فيه شوية، وده فرق جوهري ما بين الامتحان. تمام. طيب إيه الفرق التاني؟ الفرق التاني اللي عندنا في الـ Math Questions في استخدام الـ Calculator. الـ SAT في جزء بالكالكوليتر وجزء من غير كالكوليتر، اما الـ ACT فكله مسموح فيه الكالكوليتر. فدي ممكن تفرق مع الطالب على حسب هو بيعرف ان هو يحل من غير كالكوليتر ولا بيحتاج دايما الكالكوليتر. ممكن في الحالة دي واحد من الامتحانين يكون افضل. طيب نتكلم بعد كده على مجموعة من النقط المهمة. نقطة مهمة جدا جدا section science، لان انا قريت ناس كتير كاتبه حاجات على موضوع سكشن الساينس وعايز اوضحه لحضراتكم. الاي سي تي ساينس سكشن
ما هوش بديل للACT Subject Tests، ما هوش بديل لACT 2 زي ما بنقول عليه ساعات. يعني في ناس بتقول ان Science Section بتاع الACT ده هناخده بدل SAT 2 لو البيولوجي والماث والفيزيكس والكيمستري والمواد دي، لا ده مش بديل ليه خالص. Science Section في امتحان الACT غالبيته Reading، Reading the graphs، Reading the short passages، Reading the tables، كلها كأنها science passages بتاعة الـ SAT مصغرة. يعني انت عارف في الـ SAT بيبقى عندنا 2 science passages. Section الـ ACT بقى كأن فيه science passages كتير قوي بس صغيرين، وعليهم graphs وحاجات وعليهم أسئلة. هتلاقي تقريبا ان 10% من الأسئلة هم 40 سؤال، تقريبا 4-5 أسئلة منهم ما ينفعش تحلهم إلا لو أنت already عندك معلومات في الساينس. يعني لو أنت ما تعرفش حاجات معينة في البيولوجي والكيمستري والفيزيكس في المدرسة ما تعرفش تحلهم خالص. ولكن تقريبا 90% من الأسئلة اللي في السكشن ده حضرتك تعرف تحلهم لو بتعرف تقرأ الباسج والجراف بطريقة سليمة. وهنا هتيجي نقطة مهمة قوي، إن سكشن الساينس ده الطلبة والتيتشرز هيتخانقوا عليه. تيتشرز اللي بيدرسوا بيولوجي كيمستري وفيزيكس هيقول لك ده امتحان ساينس زي الاسي تي 2 تعال ادرسولك، والتيتشرز اللي بيدرسوا انجلش وبيعرفوا في الساينس باسجز وبيفهموا في الجرافس وفي الحاجات دي هيقول لك ده انجلش تعال ادرسولك. الحقيقه هو مزيج من الاثنين، اوكي؟ ولكن التيتشر بتاع البيولوجي مش هيعرف ان هو يشرح لك فيه اي حاجه خالص من غير ما يكون هو بيعرف الريدنج سكيلز، ازاي يقدر يطلع معلومات من الباسج ومن الجرافس اند سو اون، لان غالبيه المعلومات مش معلومات مسبقة عندك إنما معلومات بتجيبها من الباسج. تمام؟ طيب هديك دليل صغير على كلامي علشان يعني دليل عملي عشان تصدق كلامت. افتح أمازون، عارفين الويب سايت بتاع أمازون بيبيع كتب، كتب زي اللي ورايا، ودور في كتب الـ ACT وشوف إيه الكونتنت بتاع الكتب. يعني شوف بارنز، شوف كابلن، شوف الوفيشال اي سي تي، شوف الكتب دي جواها ايه. هتلاقي ان غالبيه الكتب بتاعت الاي سي تي فيها شرح للانجليش وفيها شرح للماث وبس، ما فيهاش شرح للساينس. ما فيش كتاب اي سي تي بيقول لك اوكي يلا دي المعلومات اللي لازم تعرفها في البيولوجي ودي المعلومات اللي لازم تعرفها في الفيزيكس. ما هوش زي اس اي تي سبجكت تيست. افتح كابلن فيزيكس، كابلن بيولوجي، بيرنز بيولوجي، دول موجودين اسي تي سبجكت تيستس فيهم تفاصيل وشرح ومنهج وتيتشرز بيشتغلوا منهم، انما الاي سي تي ما فيهوش. اوكي، لان جزء الساينس ما هوش ساينس، ما فيش كتاب اي سي تي بيشرح لك ساينس، لان ده الساينس المفروض انت كده كده تعرفه من المدرسه، والسكيلز اللي بيمتحنك فيها هل انت بتعرف تقرا ساينس ولا لا، يبقى هو في الاساس ريدنج. تمام. نقطه تانية، مفيش امتحان من الاثنين دول اسهل او اصعب بالضروره من التاني. الفروق الفرديه ما بين كل طالب والتاني بيلعب دور كبير قوي هنا. لازم حضرتك تجرب الامتحانين علشان تعرف مين فيهم افضل لك. زي ما قلنا التقسيمه مختلفه تماما، نوعيه الاسئله مختلفه، والتايم بتاع الاسئله كمان مختلف. نصيحتي ان حضرتك تفتح السايت بتاع الاي سي تي الاوفيشال والسايت بتاع College Board الأوفيشال، وتنزل امتحان أوفيشال من هنا وامتحان أوفيشال من هنا، وتاخدهم بالتايم وتحسب لنفسك سكور علشان تقدر تعرف أنهي امتحان من الاتنين دول أحسن بالنسبة لك، الACT ولا الACT. نعم، نتكلم بقى شوية في السياسة. مصر، إيه اللي حصل في مصر في موضوع الACT وإيه اللي هيحصل إن شاء الله بعد كده؟ أول حاجة اللي حصل إن وزارة التربية والتعليم من كام يوم مضت اتفاقية إن هي تعتمد امتحان الـ ACT في مصر. يعني مصر قالت يا جماعة في امتحان اسمه ACT والامتحان ده إحنا موافقين عليه وحنقبل الدرجات بتاعته. بس كده، ده اللي قالوه. درجات الـ ACT دي هتكون كام؟ هتتحسب ازاي؟ الـ ACT من 36
التوتال سكور 36، الACT التوتال سكور 1600. طيب ال 36 بتوع الACT دول هيبقوا كام في المية؟ وال 1600 بتوع الACT دول كام في المية؟ لسه محدش قال، فاحنا مش عارفين الحسبة. احتمال ان الACT تبقى حسبته احسن من الACT، واحتمال لا، محدش يعرف لسه. طيب يجي سؤال مهم، لو الACT بقى الامتحان الجديد اللي مصر دلوقتي بتقبله، ايه مصير الACT؟ عندنا ثلاثة سيناريوز. السيناريو الاولاني ان الوزارة في مصر تلغي امتحان الACT تماما، تقول لك انا مش عايز ACT خالص، فيش حاجة اسمها ACT، هنبتدي ناخد ACT. الحل التاني ان هم يقولوا احنا هنقبل ACT وACT. الطالب اللي عايز يمتحن ACT اهلا وسهلا، عايز يمتحن ACT اهلا وسهلا، عايز يمتحن الاثنين ويختار انهي درجه منهم ياخدها اهلا وسهلا. والحل التالت ان هم يلغوا الACT خالص ويخلوا الACT هو اللي موجود بس بالتدريج واحده واحده. طيب رايي الشخصي ان هيبقى صعب قوي ان هم يلغوا الACT فورا كده اهو ويقولوا هناخد بداله الACT، الا اذا حصلت مصيبه زي ان الناس سربت امتحانات ACT اللي جايه وعملت مشكله كبيره وضجه كبيره. في الحاله دي يمكن الوزاره تقول لك بص بقى موضوع الACT ده مش نافع في مصر خالص ويروحوا لاغين. انما unless ان حصلت حاجه كبيره كده I don't think ان هم هيلغوه نهائي كده فجاه، يا اما هيلغوه بالتدريج. I don't think ان هيلغوه نهائي كده فجاه، يبقى هيلغوه بالتدريج. يعني يقول مثلا الطلبه اللي في جريد 12 مسموح لهم ياخدوا الاي تي بس، الطلبه اللي في جريد 11 مسموح لهم ياخدوا اي سي تي او اس اي تي، والطلبه اللي في جريد 10 ياخدوا بس الاي سي تي مثلا. يعني اوكي ده ممكن، ده وارد. والحل التاني وهو الحل اللي معمول بيه في امريكا ومعمول بيه في دول كتير قوي في العالم هو ايه؟ ان انت حر، الامتحانين حلوين، ده بيتحسب كده وده بيتحسب كده بالنسبه للجامعه. يعني خش اي امتحان انت عايزه وتعالى اديني الدرجات بتاعتك. في الحاله دي اللي بيتعمل في امريكا ان غالبيه الطلبه الشاطرين بيدخلوا الامتحانين، الطلبه اللي مش شاطرين قوي بيدخلوا الامتحان اللي الستيت بتاعتهم بتطلبها. يعني مثلا نورث كارولينا بتطلب الاي سي تي اجباري، اي طالب في نورث كارولينا في جريد 12 علشان يتخرج من المدرسه لازم ياخد امتحان الاي سي تي، حتى لو مش ناوي يدخل كليه لازم يمتحنه كده كده. ولايه تانية مثلا زي تكساس بتطلب امتحان الاس اي تي اجباري، ما ينفعش تتخرج من المدرسه الا لما تاخد امتحان الاس اي تي حتى لو مش ناوي تدخل كليه. ماشي، وده مثال يعني هايبوثيتيكال يعني. تمام، طيب فممكن في دول بتعمل كده او ستيتس بتعمل كده، فالطالب يمشي تبع الستيت بتاعته. انما الطالب الشاطر في امريكا بغض النظر عن هو ساكن فين بيمتحن الامتحانين، وفي الاخر بيبص على البرسنتايل اللي هي النسبه البرسنتج ويشوف انهي واحده احلى ودي اللي بيقدم بيها للكليات. في رايي ده احسن حاجه ممكن تتعمل في مصر، ان الامتحانين يكونوا موجودين وانت حر تختار اللي انت عايزه، الا اذا كمل الاس اي تي يعمل مشكله كبيره في البلد ساعتها هيلغوه خالص ويحطوا بداله الاي سي تي. ماشي، نعم. لغاية لما نعرف ايه اللي هيحصل اياك تضحك على نفسك وتقول انا مش هذاكر اس اي تي دلوقتي علشان يمكن يشيلوه، علشان يمكن يلغوه. يمكن دي نسبة ضئيلة جدا، اللي غالبا هيحصل ان مش هيحصل حاجة. فانت خليك في الاس اي تي بتاعك وركز وذاكر واستعد لامتحانك اللي جاي اللي انت داخله، سواء كان اكتوبر ديسمبر مارش ماي whatever، تبتدي تذاكر له وتستعد له كويس قوي لغاية لما يبان حاجة جديدة إن شاء الله.